الدعوة أو الخدمة والدعوة. طب إيه الموضوع يعني؟ أول حاجة خالص نعرفها، ساعات لأجل الأمانة عدو الخير بيجي لنا كتير ويلعبنا شوية. يعني إيه؟ يعني إيه هو الخدمة اللي نزلت فيها دي؟ هي دي خدمتك فعلا؟ ولا أنت أساسا تستاهل؟ ولا أنت أساسا يعني عشان دخلت الكنيسة وبيت ربنا افتكرت يعني نفسك إنك خادمة؟ وياما من الأسئلة البسيطة الصغيرة دي ناس تركت الكنيسة ومشيت، وياما واحنا جوه الناس احد خدام وخادمات كتير اول ما يتقال لهم السؤال ده او اول ما يسمعوه من عدو الخير صراحة يعمل ايه؟ يعصر، ويبتدي يجي لنا صغر نفس. بدليل ان قدس ابونا انطونيوس يصلح لي النقطة دي، في ناس كتير تيجي في وقت التناول تقول يا ابونا انا مش هتناول. ليه حبيبي؟ اصل انا ما استاهلش، اصل انا ما استحقش. فنقول له ايه؟ طب ومين اللي يستحق ومين اللي يستاهل؟ محدش يستاهل ولا حد يستحق. لكن يقول لك حتى جميل قوي، ايه يقول لك ايه؟ ونحن المدعوون بنعمتك الى خدمتك، ونحن غير المستحقين اقبالنا اليك. يعني ابونا بيقولها، حتى حضراتكم عارفين في الطلبات بتاعت الصيام، يا رب احنا يعني مدعوين بنعمتك لخدمتك. انا مدعو منين؟ بنعمه ربنا. بالظبط، انا مدعو من عند ربنا لخدمتك، ونحن يا رب غير مستحقين اقبالنا اليك. يبقى في البداية خالص مهم قوي، أي صوت يجي لي من عدو الخير أنا مش مدعو للخدمة، أو أنا ماليش دعوة بالخدمة، أو أنا ما كنت جيت في المكان الغلط، أو أنا في الخدمة الخاطئة، دي كلها أفكار عدو الخير وأفكار مغلوطة. واحد عدو الخير عايز يعني يضربني في مقتل، بحيث الخبطة دي والرزعة دي أول ما يخبطني بيها ما مع حضراتكم كده الآية الجميلة قوي اللي بتقول إيه؟ وإن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي. وبص حضراتكم كلام ربنا جميل وصادق، ووعوده صادقة وأمينة وبحذافيرها. يعني إيه؟ يعني كل كلمة، كل كلمة وكل حرف ربنا يقصده يعنيه. والحتة الجميلة يقول والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب اسرائيل، يعني ايه؟ اللي خلقك واللي جابك. يعني عايز يقول ايه؟ ده انا اللي ايه؟ خلقك كلك، يعني كلك على بعضك، انا اللي عاملك صح. وربنا بيقول ان ما معناه يعني ايه؟ عمر ما بيعاير الانسان بكده، بس عايز يقول له ما تقلقش انا معاك. عارفين حضراتكم ما احنا نبقى يعني ولادنا الصغيرين يبقى ماسكين في على مين؟ بابا هو اللي يرد، ده ابويا. طب والموضوع ده بابا اللي يقول لك، والموضوع ده بابا اللي يقول لك، صح؟ يختفي مين ورا مين؟ ورا بابا. بالظبط، ورا ابوه. عشان كده ربنا قال له ما تقلقش انا خالقك وايه؟ وجابلك. طب بما انك يا رب خالقني وجابلني هتقول ايه؟ اللي. لا تخف لاني فديتك. يبقى ربنا بيحطني في الخدمه، انا فديتك دعوتك باسمك انت لي. يعني ايه بقى؟ ودي كلمه او مش كلمه، ايه مهمه جدا في حياتنا، ان ربنا انا دعوتك باسمك انت، باسمك انت. ليه بتشك؟ ليه بتشكي؟ يعني انا وسط الناس او وسط كشف موجود مكون من اسماء؟ لا، مين اللي قال كده؟ مين اللي قال ان انت كشف وسط اسماء؟ ده انا عارفك باسمك، ده انا عارفك باسمك. هحكي لكم قصه على موضوع الاسم ده، غريبه قوي. احنا كنيستنا كنيسه ماري جرجس الماظه، عندنا بيت على البحر في فايد اسمه بيت الشهيد. البيت ده انا اخبارك، انا اخبارك كبير يا استاذ روشن، تعيش ابونا انطونيوس تنورنا يعني. جميل، ربنا يخليك، واطئه قدميك ما نستاهلهاش يا ابونا، تعيش يا ابونا انطونيوس. فالبيت في مره من المرات احد الخادمات، كنتش لسه ابونا ساعتها بس حكيت لي من فتره طويله، قالت لي انا عايز احكي لك على قصه غريبه. قلت لها اتفضلي. تخيلوا مثلا معايا سي اسمها جاكلين سمير، اي اسم يعني، هي مش اسمها كده بس بقول يعني اسم مستعار. فبتقول لي يا ابونا بص انا بصراحه من زمان وانا الحقيقه اعثرت في جزء من الخدمه يعني او حاجه، وقلت انا هسيب الايه؟ هسيب الخدمه خالص. بعد ما سبت الخدمه في فتره، فكانوا طالعين هم في فايد مؤتمر الخدام يعني او الخادمات، وقالوا لها تعالي معانا. قالت لهم ما انا ايه؟ ما انا سايبه الخدمه، ما خلاص بقى. قلت لهم لا. قالوا لها طب خلاص يا ستي اطلعي ايه؟ شمي هوا يعني، ما عندي ما فيش مشكله، اطلعي معانا احنا خدام وخادمات في بعض، تعالي اقعدي معانا خدي بركه يعني. قالت طب ماشي. المهم بتقول لي صدقني يا ابونا اللي هحكي لك عليه تسلسل ده حصل. قلت لها قول. قالت لي طلعت، واول ما دخلت قالوا لي احنا هنصلي صلاه غروب ونوم، تيجي؟ قلت لهم اه. فبتقول لي دخلت الكنيسه وسحبت اجبيه،
علشان ايه؟ اصلي. تقولي اول ما سحبت اجبيه بتقولي في بعض الناس ساعات بينسوا يابونا ورق فواصل في النص، صح؟ ساعات نلاقي ورق كده ابيض، فبتقولي جالي حب استطلعني ايه؟ افتح ورقه يعني. ففتحت الورقه يا ابونا، تخيل مكتوب فيها ايه؟ قلت لها صعب ان انا اتخيل يعني، بس يعني قولي لي. طيب. قالت لي بص، مكتوب كده، مكتوب كده: يا رب يسوع المسيح رجع بنتك جاكلين سمير تاني لخدمتك. قلت لها انت بتتكلمي جد؟ قالت لي صدقني ده مش اسمي بس، ده اسمي واسم ابويا، عشان ربنا يقول لي ايه اللي انت عملتيه ده؟ سبتي الخدمه ليه؟ ده انا دعوتك باسمك، مش اسمك بس، اسمك واسم ابوكي، خالقك وجبلك يا يعقوب ويا اسرائيل، انا عارف اسمك. مش هقول لك اسمك بس، ده انا هديك علامه مميزه انت الوحيد اللي تبقى عارفها. مين اللي قالك ان انت تسيب الخدمه؟ ومين اللي قالك انك تبعد عن حقل الخدمه؟ بتقول لي صدقني يا ابونا، بسبب العباره دي او بسبب ان انا قريت اسمي واسم ابويا موجود في الورقه دي، في فايد، في مكان غير المكان، في أجبية من الأجابي، في ورقة من الورق، رجعت للخدمة علشان حسيت إن ربنا بيقول لي إيه؟ ارجعي. إيه الحنية دي؟ مفيش أحن من كده، صح؟ مفيش أحن من كده. الحقيقة ما الواحد بيلاقي كده، الحقيقة الواحد بيخجل من نفسه يعني. والحتة الجميلة إن ربنا بيقول لك الذي يعطي بسخاء ولا يعير. وهنا يعير مش مقصود بها يعاير، لأ، يعير يعني بيحط بيكب يعني، حضراتكم عارفين اه بالظبط، مش بيحط مثلا بالمليمترات، لا بيحط ايه؟ بسخاء، وبيدي لكل الناس. يبقى اول حاجه لازم اخد بالي ان انا مدعو بنعمتك الى خدمتك، انا مدعو للخدمه. ومهما كان ومهما يجي لي افكار كتير او محاربات، انا ابن وبنت مين؟ وبنت ربنا. طيب ندخل سريعا كده نشوف مع بعض، لو بصيت مع حضراتكم انا فكرت كده نشتغل على خطه عمل يعني. يعني ايه خطه عمل؟ نتكلم على شويه حاجات علشان اما اتحارب في الخدمه اعرف اقف ازاي. واحد، يعني ايه معنى كلمه خادم؟ يعني خادم او خادمه؟ اتنين، دعوه الخدمه، تعالوا نشوف احنا فعلا مدعوين ولا لا. ثلاثه، اما ربنا قال انتم نور العالم، ليه؟ ليه يا رب قصدت ان انت تشبهنا بالنور؟ وليه النور وايه صفاته يعني؟ اربعه، ايه اللي بيهدم دعوه الخادم او الخادمه؟ وخمسه، ايه اللي بايه؟ بيثبت دعوه الخادم والخادم. ده اللي احنا بنعمه ربنا بقوته في خلال الجزء اللي جاي ده من الدقائق اللي جايله، هنحاول بنعمه ربنا ان احنا نتكلم فيه ونتامل مع بعض فيه. واحد، الحقيقه من هو الخادم؟ جبت لحضراتكم بعض العبارات اللي كاتبينها قديسين جمال قوي قوي عن الخدام، الواحد شافها يعني هيتمطع كده، يعني هيحس بنفسه. فتعالوا نشوف كده الحقيقه، بس طبعا بتواضع يعني، مش قصدي ان احنا بافتخار. قالوا ايه؟ قالوا الخادم الروحي هو لحن جميل في سمع الكنيسة وأيقونة طاهرة يتبارك بها كل من يراها. خبر أبيض، القديسين كاتبين كده، لحن جميل في سمع الكنيسة وأيقونة يتبارك بها كل من يراها. حضراتكم عارفين، واحنا أكيد بنشوف الموضوع ده في الصعيد، أما خادم يدخل يقول له زارنا المسيح وبيقولها باسمه. واحد على ما اتذكر الاباء كان بيحكي لي ان كان زمان دخل احد الخدام قال له بس انت تكلل لنا الاكليل، قال له كلل ايه بس؟ ما ينفعش. قال له ما ينفعش، احنا من كتر حبنا ليك احنا عايزينك انت اللي ايه؟ تعمل الاكليل. قال لهم ايه؟ ما ينفعش، لازم مين؟ لازم ابونا. شوفوا حضراتكم من كتر ايه؟ حبهم ومحبتهم للخادم. بالظبط. نكمل بعد كده، يقول وهو سلم يصل السماء دائما يصعد عليه تلاميذه الى فوق، هو جسر ينقل غيره من شاطئ العالميات لشاطئ الروحيات. يعني انا جسر وانا سلم، طبعا بدون متفخر يعني، بس ربنا عايز يقول لك ايه؟ اعرف، اعرف ان انت اداه طيعه في ايد ربنا، ولو سبت نفسك في ايد ربنا يا بختك. يقول او ينقلهم من الزمن الى الابديه، بل هو فم يتكلم منه الله الى الناس. يا لو انا ركزت في العباره دي، لو انا تخيلت كده، ومش تخيل ده حقيقه، ان انا فم ربنا بيتكلم من خلال المين؟ للناس. ايه اللي هقوله؟ لا، هاخد بالي كويس جدا من كل كلمه، عشان كده يقول لك كل كلمه بطاله تعطونا عنها حساب. هو صوت الله الى الناس وليس صوتا بشريا. الحقيقه كلام يخلي الخادم ايه؟ يفرح ويخاف يعني في نفس الوقت. طيب مين هو الخادم؟ نكمل برضو. الخادم الروحي يقول هو نعمه الهيه ارسلت من السماء للارض. تخيل انا ما يتقال لي انت نعمه
في حياتنا او انت نعمة في حياتنا. طبعا احنا بنتكلم بدون تفاخر، بس احنا بنحاول نشوف ربنا بيقول لنا احنا ايه. هو زيارة من زيارات النعمة يفتقد بها إله وشعبه، يقدم لهم مذاقة الملكوت وطعم الحياة الحقيقية. يعني تخيل كده ما فعلا يعيش معاك أو يعيش معاكي، يحس بمذاقة الحياة الأبدية. ودي الحقيقة احنا كنا بنشوفها، كان كل القديسين لما يقربوا من بعض يحسوا بإيه؟ بالسماء، صح؟ واحنا كلنا ما بنصدق ان احنا نروح نشوف احد القديسين، ليه؟ عشان بنلاقي فيه رائحة المسيح الزكي، ونشوف فيه فعلا السماء موجودة على الارض. وعشان كده فاكرين اما دايما كان يتقال على ابونا بشوي كامل انه ايه؟ انجيل معاش، يعني هو كان انجيل ماشي ومتجسد على الارض. طيب، هل انت مدعو للخدمة؟ طبعا انا كنت يعني هنماشي مع بعض الحاجات ونقف فيه. نشوف كده الجزء اللي هنا في انجيل متى 28. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به، وها انا معكم كل الايام الى قضاء الدهر. ايه تانية تقول: وما سمعته مني بشهود كثيرين اودعه اناسا امناء يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا. يعني هنا الكتاب المقدس بيقول ان احنا ايه؟ ربنا فعلا بعت لنا كلمته ونعمته ان هي ايه؟ تدخل في قلوبنا، وان احنا ما معناه ناخد الكلام ده من الاكفاء ومن الاباء الكهنه واباء الاساقفه واباء البطاركه اللي تتلمذوا لغايه ما احنا نعمل ايه؟ نتلمس برضو اخرين. بس خلي بال حضراتكم من كلمه كده تقول: وما سمعته مني بشهود كثيرين اودعه اناسا امناء. خدوا بال حضراتكم من الكلمه دي لانها كلمه خطيره. يعني ربنا هنا حط دي لو سمحت ايه؟ لانسان امين. طب انا ساعات بحس في حياتي، اني مش امين. طب خليك ايه بقى؟ امين. مهم قوي. لو انا فعلا مش امين مع خدمتي، مع كل اللي بتعامل معاهم، مع الاخرين، خلاص من اللحظه دي خد بالك افتكر ايه؟ اناسا امناء. طب اللي فات خلاص، ما امسى ما هو وراء وامتدي الى ما قدم. ربنا بعت لنا النهارده رساله يقول: لو سمحت خليك وخليكي امينه في كل كلمه، في كل حدث، في كل تصرف اتصرف واتعامل مع الاخرين بيه، عشان فعلا ابقى امين زي ما ربنا قال. هل انت مدعو للخدمه؟ ايوه. تعالوا نشوف كده مع حضراتكم. واحد، الكل مدعو. يبقى احنا شفنا الايات وشفنا التسلسل، واما ربنا قال دعوتك باسمك انت لي، يبقى احنا وصلنا للكونكلوجن او ما معناه للتلخيص ده، ان انا فعلا انا مدعو للخدمه. اتنين، بس شويه حاجات اخد بالي منها: راجع دوافعك للخدمه. يعني ايه راجع دوافعك؟ ممكن اكون بخدم نفسي، صح؟ وربنا يرحمنا يقول لك: قد استوفيت خيراتهم على الارض. ربنا يحمينا من الايه دي، ان الواحد ياخد باله برضو ان انا ايه؟ ربنا يحميني ان انا ما اكونش استوفيت الايه؟ اجرتي على الارض. انا مش عايز يا رب ان انا استوفي اجرتي على الارض، انا عايز اخد اجرتي منين؟ من السبب. في نقطه في غايه الاهميه، فخدوا بالكم. هل انا بمعنى اصح يعني استوفيت اجري على الارض؟ يعني هل انا كل حاجه بحطها مجد ذاتي وبحاول اهتم بنفسي واحاول ان انا كل حاجه نسيبها لنفسي؟ احكي لحضراتكم قصه غريبه جدا. كنا في مدارس الاحد ايام ما احنا يعني كنت باخد بركه خدمه مدارس الاحد، وبعدين كان معانا مركزين ولا نايمين؟ صح، صحيح، تمام، اوكي. كنت جميله، كان معانا خدام الجمال قوي. الخادم ده حضراتكم عارفين في ناس بتطلع بفصل قديم ويخش عليه خادم جديد. تخيلوا مثلا يعني فصل من ثالثه رابعه ابتدائي مثلا، تمام؟ فمن ثالثه رابعه ابتدائي طالع فيه مثلا خادم اسمه مينا، وداخل عليه خادم جديد اسمه تامر مثلا، تمام؟ اوكي. طب مين ده ايه في الفصل؟ ده يعني فطلع من ثالثه الرابعه ودخل عليه تامر، اوكي، علشان تامر يبتدي يتعود ويستلم الفصل ويشوف الدنيا. فدخل تامر اول مره يحضر مع مينا، ما يعرفش الفصل ولا اي حاجه، بس عارف مينا يعني. ازيك يا مستر مينا؟ اهلا مستر تامر، اتفضل استريح. دخل قعد، فمينا قال الدرس في الاخر الصلاه. لو انا قلت الدرس اقول له في ام ايه؟ قال اتفضلوا جعلنا مستحقين وكلك بكل شكر، وراح ايه؟ ابانا الذي، راح مصلي. فتامر ماله؟ قال معلش، اصل دي اول مره يعني، ما هو لازم يعني لسه البلد بتتعرف عليا كده، مفيش حاجه.
شكرا. قعد قال الدرس وبعدين ايه؟ اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول لك بكل شكر. فقال ايه؟ معلش عشان ايه؟ تاني مرة ان شاء الله التالتة يعني تمام. جه تالت مرة، اهلا مستر تامر، اهلا مستر مين، اهلا بيك، اتفضل استريح، ربنا يعوضك، شكرا، وراح قاعد. بعد كده قال الدرس وبعدين اللهم اجعلنا مستحقين. طيب طلع طبعا اليوم ده ماله بقى؟ مش طايق نفسه يعني. فهو الحقيقه كان عنده شويه بدايل، البديل الاولاني انه يروح لامين الاسره ويقول له. وهنا الحقيقه بيحكمه، لان انا كده ايه، انتوا جايبيني مثلا يعني كماله عدد ولا الوضع ايه، قولوا لي عشان ابقى فاهم يعني. النقطه الثانيه ان يمسكوا ايه؟ اه بالظبط، ويتكلم معاه ويقول له يعني طب مر عليا ومثلا اه اخد بركه خدمه معاك، اخد بركه الكلمه يعني ايا كان. لكن صدقوني هذا الخادم، بصوا بقى حضراتكم تعالوا نشوف الجزء اللي عمله ده، وده حد سمعه يعني بعد الخدمه، حد سمعه بيعمل كده، عمل ايه؟ بعد الخدمه وقف وركن كده، وقف يصلي ربنا، قال له بص يا رب انا عايز اقول لك على حاجه، يمكن يا رب يكون السنه اللي جايه دي كلها عايزني اقعد اسمع زي عيالك وما اتكلمش عشان استفيد. طب حاضر يا رب انا موافق، بس انا هقول لك على حاجه يا رب هستأذنك فيها، انا طاقتي يعني ما تجيبش وانا صغير، ممكن بس يا رب تديني قوه احتمال ان انا اقعد ابقى زي عيالك واسمع كلمتك واشوف رسالتك وانا موافق، بس اديني يا رب بس قوه احتمال. صدقوني حضراتكم اللي حصل ده بحكيه بالتسلسل، يريد ربنا يعدي شهر اتنين تلاتة ونفاجأ كلنا ان هذا الخادم يجي له دعوة للكهنوت على احد الكنائس بدون سابق انذار، يعني كنيسة في من الكنائس، كنيسة من الكنائس يعني. وهذا الانسان فعلا حاليا هو فعلا احد الاباء الكهنة الاجلاء الحلوين خالص، وربنا مديله نعمه. طبعا الناس كلها اول ما شافت كده ايه يعني مستغربين. اه بالظبط، كان بيجهزه ويعده. وكمان حته جميله قوي يقول له ايه، يقول له طب حلو انا ايه امتحنتك وعملت ايه، نجحت، شاطر، جدع، وبما انك عملت كده انا كمان ايه، انا عايز اتمنك على ايه، على حاجه اكبر وعلى شعب اكتر. يا رب. عشان كده هو طبعا خلي حضراتكم، هي دي حاجات يعني تراكمات، يعني ربنا عارف قلبه وعارف وجدانه وعارف حبه ليه، بس ربنا يمكن اظهره لنا احنا في حاجه، ان ياخد بالك ايه، الله ينظر الى القلب، ربنا شايف قلبه كويس جدا وقال له ايه، لا جدع ان انت ايه عديت من الامتحان ده، اللي هو ما معناه انت كنت ما كنتش بتفكر في درس ولا كنت بتفكر حاجه بسيطه، انت كنت بتفكر فين، فيا وفي استفادتك الشخصية، وبينك أمنك عملت كده أنا محتاجك في حتة تانية. تلاتة الحقيقة إعدادك للخدمة، دايما كانوا يقولوا لنا حاجة مهمة، كانوا يقولوا لنا وأنت نازل صلي، وقبل ما تقول صلي وما تخلص صلي، إن أنا في الأول بصلي ابعت يا رب كلمة، وأنا في النص بصلي يا رب ثبت الكلمة، وأنا في الآخر يا رب آه بالظبط كده اشبعني بالكلمة ووصل يا رب كلمتك لمين؟ لاولادك. ودي نقطة مهمة، ان لازم حياتنا تبقى حياة صلاة، وبالحقيقة دي انا ابقى محمي من جوايا ان الكلام ده اللي انا قلته ده منين؟ من قبل ربنا مش مني انا، لان احنا ياما اتضربنا كتير، وربنا يحمينا ان ايه، كان الدرس النهاردة جميل، الكلمة كانت حلوة قوي، والحقيقة ساعات الانسان يتفخر ويفتخر يعني ويفرح بنفسه قوي، لكن الحقيقة لا، هو اللي بعتها هو مين؟ هو ربنا. أربعة الحقيقة طلبك للمشورة، ودي نقطة مهمة عايز أقول لحضراتكم، هل أنا ممكن في بعض الأحيان أطلب مشورة ولا أنا ماشي برأيي؟ ودي نقطة في غاية الأهمية، لو أنا ماشي على طول الخط برأيي هنا في إيه بقى؟ ناقوس خطر، يبقى معنى ذلك أنا ملياش إيه؟ مرجعية. ساعات ممكن تقول لحد حاجة تلاقيه إن هو يعني إيه؟ مش حابب. طيب بس خد بالك، لا ارجع، لازم يكون ليه مرجعية، عشان كده الحقيقة الكنيسة حاطة أحلى من أحلى الأسرار سر التوبة والاعتراف، ان انا يبقى ليا مرشد روحي اتكلم معاه، اطلع كل الخطايا، اخد غفران عليها، واخد كمان يقول لك الحل والايه؟ والحل، صح؟ دايما يقول لك الحل والحل، يعني لو في مشكله يقول لك الحل بتاعتها ويديك حل على الخطايا، عشان كده الايه الجميله تقول لا تكونوا معلمين
كثيرين يا اخواتي عالمين اننا ناخذ دينونة اعظم. ربنا يحمينا ان انا مش بعلم بس، انا محتاج اتعلم. عشان كده الحقيقة احد الاباء قالوا جميل، حاجة جميلة قوي، يقول لك ايه؟ الخدمة هي ايه؟ انت زي ما بيقولوا كده تتعلم وتخدم فيها وليس تخدم فيها. صحيح، انا الخدمة بروح اتعلم واتخدم فيها، لكن مش بخدم فيها. طبعا بالمفهوم اللي حضراتكم فاهمين مقصود بيه، ان انا طول عمري بتعلم، اوعى اجي في يوم من الايام ان انا حاسس ان انا بعلم بس. طب ليه اتقال ان اللي هو انتم نور العالم؟ برضو تعالوا كده نشوف اول حاجه خالص، لان النور بيبدد الايه؟ الظلام. ودي حاجه مهمه بين قوسين كاتبينها كده، لا يوافق على الخطا. مهم قوي ان انا ساعات ممكن اعدي الحاجه يعني عشان ده حبيبي مثلا، او دي مثلا يعني حبيبتي كده في الخدمه، صح؟ لا، اخد بالي ان انا لو في حاجه صح اقول صح، ولو حاجة غلط أقول غلط، بس الطريقة إيه؟ بالظبط، الطريقة تختلف وتفرق، إن أنا بوضح وببين وبقول، ولا إن أنا ممكن أكون بصد أو ما بقولش. اتنين، الحقيقة نور قليل يضيء مكان إيه؟ كبير، ودي نقطة مهمة خالص، يعني نور قليل ممكن يضيء مكان كبير قوي، عشان كده قال أنتم نور العالم. يعني ما معناه؟ ما تصغرش نفسك. حضراتكم فاكرين الجميلة الآية لا يستهن أحد بحداثتك، يعني خد بالك، خدي بالك ان انا عشان لو صغير، ومش صغير بس في السن، ممكن في الصغير في القامة الروحية، ممكن احس ان انا معايا يعني اسم الصليب ناس شديدة وحلوة في الايمان، ودي نعمة عشان اتعلم منهم، لكن في نفس الوقت ما يجيليش ايه؟ ما يجيليش صغر نفسي. تلاتة، لاننا نسير وراء النور. يعني اتقال كده خد بالك انت النور العالم، عشان الناس هتعمل ايه؟ هتمشي وراك، لكي يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. أربعة، نور يكشف ويوضح الرؤية وينير الطريق. يعني أنا كل ده يا رب أنت بعته لي، طبعا كل ده أنا بعته لك إن أنت هتعمل كده مع ناس كتير. خمسة، النور ماله؟ مبهج. حضراتكم عارفين لما بنلاقي نور ساعات إيه؟ تبقى تلاقيك فرحان، لكن لو ضلمة تلاقي حزين، اكتئاب، تبقى الموضوع صعب. ستة، بيعطي اطمئنان. طول ما النور مولع، صح؟ مش إحنا ساعات في بيوتنا ولادنا يقول لنا إيه؟ تطفيش النور، خلي نور إيه؟ مولع، لانه مديله اطمئنان. سبعة، لا يعلن عن نفسه فهو ايه؟ فهو ظاهر. جميل قوي دي، النور ما بيعلنش عن نفسه، هو باين. قصة جميلة، اما خدت بركة الرسامة كان معانا ابونا يعتبر من افريقيا، وابونا من افريقيا ده حد جميل خالص، حد بركة جميلة يعني. فابونا ده الناس اللي كانوا جميلة خالص، وبعدين كانوا بيحكوا لي يعني الاباء اللي المرسومين كانوا رايحين زيارة من دير لدير، هما دير جنبهم يعني. فأول ما وصلوا لقوا كل الشعب هجم على مين؟ على أبونا اللي هو من السودان، تمام، أو من المكان التاني، حسوا إنه في إيه؟ بركة كبيرة. فبيقول لي إيه؟ فأبونا أبونا عايزين نصلي لنا، قال لهم حاضر 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 هصلي لكم. فأبونا إيه؟ شوفوا حضراتكم دي، وهو قالوا لي فعلا الآباء قالوا لي إحنا حاسين فيه فعلا، كنا من أول يوم إنه إيه؟ البركة كبيرة أوي. بيقول لدرجة إن الناس هجمت عليه وتزحمت عليه عشان ياخدوا بركة، بيقول إيه؟ لدرجة إن الدير ماله؟ اتقلب. يعني حضراتكم فاهمين الفكره؟ فطبعا بقى حضراتكم عارفين يعني لما بيلاقوا حد بركه الناس عايز تعمل ايه؟ فدخلوا غالبا داخله، فابونا حس ان الموضوع ماله؟ كبر مره واحده وهو لسه مرسوم يعني وجديد. قال لهم طب ثواني بس، قال لهم اتفضل يا ابونا. طب احنا معلش احنا نقول كلنا ابانا الذي في السماوات، تمام؟ بس كل يسجد ونقول ابانا الذي، ونعمل ايه؟ بعدين اعمل ايه؟ اصلي لكم. حاضر يا ابونا، ابانا الذي في السماوات، كل واحد عشان ابونا يصلي لهم، ابونا يجي اصبعه استخبى جوه، تمام. فالناس ايه؟ لا تدخلنا في ذلك، نجينا من الشرير المسيح، لان لك الملك والقوه والمال. ايه ده؟ الحق ابونا طلع من السواح، ابونا طلع من السواح. الناس عماله تجري يشوفوه فين. فالاباء قالوا له يا ابونا حرام عليك يا ابونا، الدنيا ايه؟ اتقلبت خالص، لان ايه؟ حس ان ابونا طلع من السواح، فقالوا ده كمان ده فعلا احنا فعلا حسينا انه بركه، وكمان طلع منين؟ بالاباء السواح. فدي قصه واقعيه حصلت يعني، قعدوا يدوروا عليه عشان ياخدوا بركته، بس هو جري عشان ما يحصلش يعني بلبله، وكمان حته جميله انه يهرب من انين؟ من المجد الذاتي. ودي كم واحد فينا ربنا يديله موهبه ويعمل كده؟ مستاهله، صح؟ مستاهله. لو واحد ادى موهبه يعني لاب كاهن، لاب راهب، مثلا يكفي ربنا عشان كده بيديهم لمين؟ لاشخاص معينه بس، تساعدهم على خلاص نفوسهم مش تبعدهم. عشان كده بدليل نبونا فلتاوس عمل ايه؟ بيهرب، كان بيهرب، كان بيهرب. عشان كده الحقيقه لا يعلن عن نفسه فهو ظاهر، ودي حته جميله، بركه ربنا بتعمل ايه؟
تنضح عليه، بركة ربنا باينة وظاهرة عليه، وهو ده الخادم الحقيقي اللي هو لما بنقل أنتم نور الأرض. يعني معنى ذلك يعني هو منور علشان مرتبط بإيه؟ بمصدر نور والمسيح نفسه فعلا. طيب تعبتوا؟ أوكي طيب هجري بسرعة. يعني آيات عن تأكيد دعوتك للخدمة. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. تشدد وتشجع وأعمل، لا تخف ولا ترتعب، لأن الرب الإله إلهي معك لا يغذيك ولا يتركك حتى تكمل كل عام خدمة بيت الرب. ودي يا جماعة يا ريت نحطها، مش يقولك إيه حطها إيه كده عصابة، صح؟ فاكرين في عهد العديم عصابة إيه على أعينك. يا ريت الآيات الحلوة دي حطها، ممكن الكشكول بتاع التحضير أو الموبايل بتاعي إن أنا أحطها خلفية، حطوا آيات كده مشجعة ليا. أنا أعرف خدم كان يعني عجبني جدا، كان بيعمل حاجه غريبه. ادخل، حضرتكم عارفين في ورق الاستيكي نوتس اللي هو بيلزق ده، تمام؟ ادخل العربيه لازق واحده على التابلو، واحده تانية على الدريكسيون، فيها ايه؟ ايات. والايات دي كل يوم تتغير، بيرددها وبتتغير عشان ايه؟ عشان يحفظ. باك جراوند ورا الموبايل بتاعته في ايه كل يوم مالها بتتبدل، ده بيعمل ايه؟ بيحفظ ايات ومحوط نفسه بايه؟ بايات. انا لما اعمل كده، عشان كده حاجه مهمه قوي ان انا فعلا الايات دي اعمل كده. ربنا بعت لنا الايات دي الحقيقه ان وصيه ربنا دي اتملها، دي عصايه وعكاز ليا فين؟ في حياتي وفي خدمتي مع ربنا. بقيت نحط الايات دي وما نروح نعمل كده. حضراتكم عارفين حاطين دلوقتي في ايات كده زي بيعملوها بالاركات وخشب، بتتعلق فين؟ في البيوت. هاتوا يا جماعه ايات كده واعملوها. فدي نقطه في الاهميه تفرق معانا كتير خالص. اربعه، لستم انتم اخترتموني بل انا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر. ودعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم قوة وسلطانا وأرسلهم ليكرزوا. كرزوا بالإنجيل للخليقة كلها من آمن واعتمد خالص. يبقى إذن إحنا شايفين آيات كتير قوي إن ربنا بعتها لكل الخدام. طبعا للتلاميذ أنا فاهم، وفي حاجات كتير باينة جدا إن هو بعتها للخدام. فضل حضرتك. تمام بالظبط، بعتها لكل الناس، لأن إحنا إيه؟ كلنا إيه؟ كلنا خدام. ودايما الحته الجميله يقول لك كل انسان مسيحي هو خادم. بالظبط كده. بس انا بقولها ليه؟ عشان ساعات الواحد عدو الخير يلعبوا، ده تلاميذ بس. لا، الحقيقه بعتها لكل الناس، لان التلاميذ دول كانوا ناس ايه؟ بسطه جدا. واحنا ايه؟ احنا بسطه وغلابه. نفس الحكايه. حضراتكم عارفين يعني مين ام عبد السيد؟ ام الغلابه دي كانت ايه؟ كان مين اغلب منها؟ مفيش، صح؟ بس اللي احنا شايفينه اكيد في ناس غلبانه كتير احنا ما نعرفوش، بس ام الغلابه اللي ايه؟ شافت المسيح نفسه، واما نزلت مصر يقول لها ايه؟ الحمد لله على السلامه يا ام عبد السيد. ايه ده يا رب؟ ايه ده؟ انت اللي جابت نفوس كثيرين، وحتى لغايه اخر نفس هجيب مين؟ جوزها على فراش الموت. اتفضل حضرتك. جميل، صح؟ زي ما حضرتك تقول لا يترك نفسه بلا شاهد. فعلا في كل مكان وفي كل وقت وفي كل زمان ربنا سايب شهود كتير لي. طيب ايه اللي بيهدم الدعوه؟ بس ناخد انا الخدمه نفسها، ايه الحاجات اللي ممكن تهدمها؟ واحد، الحقيقه المقارنات. كل ما بقعد اقارن نفسي باخرين بفقد دعوتي للخدمه وببهدل، دي بتبقى حاجه صعبه جدا. اتنين، الاحساس بالظلم. ساعات انا بحس ان انا ايه؟ هو انا كل حاجه انا. بس الحقيقه ايه؟ نطلع جدعان زي اللي ممكن يروح يشتكي ويقول، لكن عمل ايه؟ واقف قدام ربنا، اكشف لي يا رب، انا ما اعرفش غيرك، اللي انت يا رب شايفه، عايزني زي عيالك، حاضر يا رب زي عيالك، بس وصل لي كلمتك واديني قوه احتمال. الحقيقه ايه؟ قله الايه؟ امكانيات. ساعات الواحد امكانيات، انا معرفتي قليله بالكتاب المقدس. ماشي، معلش قوي نفسك، بس ده ما يمنعكش انك تخدم. انزل اخدم، وحول الطاقه اللي موجوده السلبيه دي لطاقه ايه؟ ايجابيه. يحكى عن احد ولايات في امريكا، قصه جميله قوي. تحكي عن ايه؟ ولايه من الولايات كانوا زارعين محصول. دخلت حد مهوله
اكلت كل المحصول، فهم مالهم؟ كانوا بعايشين على محصول ده، الزرع ده دمرتها لهم. طب دول كان رايكم يعملوا ايه يعني؟ بالظبط كده، كانوا ممكن يعيطوا ويجيبوا ناس تعيط يعني، صح، يندبوا يعني، حاجه مختلفه خالص. عملوا ايه بقى؟ قالوا طيب هي ايه المحصول اللي الخنفسه ما تاكلوش؟ بصوا حضراتكم الفكر. قالوا، قعدوا يفكروا ويدوروا، قالوا الفول السوداني. قالوا بس احنا نزرع فول نديها فول سوداني، تمام؟ زرعوا فول سوداني لدرجه توصل هذه الولايه للاولى عالميا في تصدير الفول السوداني، وبقت مكتسحه. تخيلوا حضراتكم بعد كده عملوا ايه؟ جابوا ميدان كبير وعملوا خنفسه عملاقه وحطوها في الميدان، وقالوا لعيالهم كل ما تفشلوا وكل ما تضعفوا وكل ما تحكوا على الخنفسه، عشان تعرفوا ان ايه؟ يخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوه. هيطلع حاجات حلوه كتير، بس حول الحاجه السلبيه لايه؟ لحاجه ايجابيه في حياتك، وسيب ربنا يشتغل. فدي الحقيقه قله امكانيات. حتى لو انا عندي قله امكانيات اقعد افكر واقول رب ابعت لي. الناس دي اكيد ايه؟ مش بيوم وليله، يعني يوم وليله داست زرار اتعمل الفول السوداني والمحاصيل و و لا، بس ايه؟ تعبوا وشقيوا وقعدوا يفكروا وخدوا فرصه للخلوه. ودي يا جماعه مهمه قوي لحياه اي خادم وخادمه، ان انا محتاج اهدى مع نفسي. القعده مع النفس طلع كنوز من الانسان. فمهم قوي ان انا اقعد مع نفسي عشان اعرف اطلع. ما اظنش ان دول قعدوا في يومين ثلاثه يعني وطلعوا الفكره دي، لا ده قعدوا فترات شهور لغايه ما يطلعوا، بس ايه؟ ربنا بعت لهم وهم قدروا يطلعوا عشان قعدوا. اربعه، الحقيقه خدوا بالكم برضو من تقدم اي شخص او خادم او خادمه. ساعات حد ربنا مديله مفوه في الكلمه او شاطر في حاجه معينه، انا بعمل ايه من جوايا؟ بغلي شويه، تمام؟ لا ناخد بالنا، احول على طول، ربنا سامحني يا رب، شيل يا رب مني، ارحمني يا رب، مطاني على طول كده سريعه، اروح مزمور جاري على الهيكل مستخبي كده واقول يا رب احميني سامحني، اروح اعترف. لازم اعمل عمل ايجابي، ما تسكتش ما تسكتيش. اول ما تحس انك هتتغلبي روحي بسرعه واجري على مين؟ على الهنا، صح، رب الارباب وملك ملوك، واقول يا رب انا تعبت، انا ضعفت، انا وقعت، انا اعصرت، قادر يا رب انك تقويني، هيقويني وهيديني، بس المهم ما اسيبش نفسي لاي حاجه سلبيه تهزمني. اختم حضراته خلاص، انا دي اخر حاجه. اخر نقطه بتقول ماذا يثبت دعوه الخادم؟ ايه الحاجات اللي تثبت دعوتي وتثبت الاقدام؟ واحد، الحقيقه ان خليك انجيل متجسد او كنيسه ايه؟ متحركه. دي بقى في حاجات في غايه الاهميه عشان الخادم فعلا يبقى بنعمه ربنا رساله ربنا على الارض. خليك انجيل متجسد وكنيسه متحركه، يعني خليك صوره ربنا، وسيله ايضاح، مسبح مقدس. دخل كده، خليك ريحه بخور جميله وسط ولادك ووسط بناتك. ان انا فعلا يروا اعمالكم الصالحه يوم يجدوا اباكم الذي في السماوات، يشوفني يلاقي ايات، يلاقي افعال، يلاقي مواقف بتحصل، فيعرف ان هي دي الكنيسه ودي اجمل حاجه في الكنيسه موجوده. فدي اول حاجه، يبقى انجيل متجسد او كنيسه متحرك. وعايز اقول لحضراتكم احكي قصه كده بسرعه كده. يحكى عن، حضراتكم عارفين ابونا ميخائيل ابراهيم؟ ابونا ميخائيل ابراهيم كان على حته الانجيل المعاش ده والمتجسد. كان يحكى كده قبل ما يبقى ابونا ميخائيل ابراهيم كان اسمه ميخائيل افندي. فميخائيل افندي ده في مره من المرات كان بيركب الترام. فهو بيركب الترام، حضراتكم فاكرين زمان؟ الكمساري كان موجود، وكان يمكن كان في كمساري على ممكن عربيتين وثلاثه. فكان يحصل ايه؟ ينزل الكمساري ياخد من العربيه دي الفلوس اللي هي التذاكر وياخد هنا ويرجع تاني. فطبعا حضراتكم عارفين طبعا ايه؟ كان في ناس ايه؟ بتزوغ. بالظبط. بالظبط، تزوغ منه يعني، وايه تروح يمين وتروح شمال بحيث ان هو ايه؟ ما يدفعوش. فركب ميخائيل افندي العربيه وفضل مستني ان الكمساري يجي، ماله؟ ما جاش. مشوار يعتبر خلاص، هو نازل على المشوار بتاعه ونزل وهو ماله؟ متضايق جدا. جه تاني يوم ركب ترام تاني بكمساري اخر، واول ما طلع قال لي كمساري استاذنك اقطع لي تسارتين. فطبعا انا بتخيل الحوار يعني. فبتخيل يعني سأله قال له ايه؟ هو فين التاني؟ قال له انا التاني. قال له طب فين الاولاني؟
قال له انا الاولاني، قال له اه يعني كده انا في حاجه مش يعني مش مظبوطه، اه في حاجه، فهمني يعني ايه الاولاني والتاني. قال له يا عم الله يخليك، ايه ايطالي تذكرتين؟ قال له مش هقطع الا ما افهم، تقول لي بس الموضوع ايه. قال له ما فيش، اصل انا بصراحه امبارح ركبت وما قطعتش تذكره، وانا في فلوس فين؟ في ذمتي، فلازم ادفعها. بتخيل ان الراجل قال له يعني انت بتتكلم بجد ولا ايه؟ ولا بتهزر؟ اصل انا اعرف ان الناس بمالها بتزوغ وتهرب مني، اول مره الاقي واحد يديني كمان زياده ويقول لي لو سمحت اقطع تذكرتين لاني ما دفعتش. هو ده الحقيقه الانجيل المعاش. عشان كده الحقيقه دايما الانسان الخادم المسيحي هو انسان مختلف عن الكل. صح؟ العالم كله ضدك يا اثناسيوس، لكن انا ضد العالم. يعني انا ضد العالم؟ يعني انا ماشي بالمبادئ اللي ربنا معلمهاني. ودي نقطة في غاية الأهمية، إن الإنسان الخادم ياخد باله الموضوع ده، مش أي حاجة. طب واحد يقول لي يعني أبقى بوشين يا أبونا؟ عشان في ناس يقول لك أنا بصراحة حياتي بره حاجة وجوه حاجة. هقول معلش، نحاول نعمل إيه؟ جهد إن حياتي الاتنين يبقوا زي بعض، بره زي جوه. طب أنا بره حاجة وجوه حاجة، اجتهد معلش. طب أنا دلوقتي معلش اجتهد في الوقت اللي أنا فيه، ما سيبش نفسي. اتنين، إيه اللي يثبت الدعوة باستمرار ان انا ابقى رجل ايه؟ صلاة. يعني ساعات نلاقي خدام وخادمات حلوين ياخدوا، لو خادم مثلا ياخدوا تعالى نصلي مع بعض جوه الهيكل، نشوف الموضوع ده ونطلب من ربنا. خادمة تقول لها ايه؟ طب وقفتي تصلي النهاردة؟ ايه اخبار الصلاة؟ طب ايه رأيك تحب تقولي معايا مديحة كده من التسبيحة مثلا؟ ايه رأيك تحب نقول الحتة دي؟ نقول طلبتك من عمق قلبي؟ ايه ده، هو في حاجة اسمها كده؟ اه تعالى افهمها لك واشرحها لك. فان انا يبقى ايه ماله؟ باستمرار هو رجل وهي ايه؟ خادمة للصلاة. تحيش بحل مشاكل الخدمة بالإيه؟ بالصلاة. تدعو بناتها وولادها لمين؟ للصلاة وبنعمة ربنا. الآية الجميلة اللي حضراتكم شايفينها في السطر الأخير، قال دي تقول لكن لا أنا بل نعمة الله التي معي. ودي الحتة الجميلة اللي بيقول ربنا هو اللي شغال فيا، لستم أنتم المتكلمين صح أو العاملين، بل الله أو روح الله هو الذي يعمل فيكم. ثلاثة، الحقيقة شعلة موقدة بالنار. يعني الانسان الخادم ده يحاول على قد ما يقدر انه يبقى ايه؟ نار. يعني يقول لك هو عنده غيره ملتهبه لخلاص الانفس. ودي نقطه مهمه، هل انا عندي غيره؟ ممكن اسمع ان بنت عندي او ابن عندي ايا كان صغير كبير، هل انا فعلا ممكن ارفع السماعه وافضل ادور عليه وافضل اتكلم؟ عندي الغيره الملتهبه دي ولا فاتر؟ لو انا فاتر معلش يلا اتعلم النهارده، اقول لا انا ابتدي ارجع لنفسي، مين ومين ومين بعاد؟ اه ده انا هرجع بقى وراهم، هكلمها وهفتقدها وهنزلها وهدور. الحقيقه ده اللي ايه؟ ده اللي هو عنده، ده يثبت خدمتي ان انا ابقى عندي غيره متقده او شعله متقده. حضراتكم فاكرين داود النبي قال ايه؟ لا ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي لعيني نوم ولا لاكفاني نعاسا الى ان اجد موضعا للرب. سكن الاله يعقوب. طيب اربعه، روح وليس مجرد عقل. يعني انا الروح القدس تبقى دايما شغاله ومشتعله جوالي ومش عقل بس ماشي. وده بيفرق من واحد للتاني، تلاقي روح ربنا شغال جواه لانه ادى فرصه ان روح ربنا ماله يشتغل ويعمل فيه. لكن في ساعات الواحد ماشيها بايه؟ بعقله فقط، لكن الخادم هو روح وايه؟ وعقل. فدي نقطه في غايه الاهميه. خمسه، لا يلقي دروسا بل هو نفسه الدرس. يعني هو قدوه في كل عمل وفي كل شيء للايه؟ للاخرين. هو انه يعني زي ما يقول ان هو فعلا ايه؟ انه العظه، يعني هو الوعظ نفسها اللي يديها للاخرين مش كلام بس بيقولوا ايه وخلاص. عشان كده بص حضراته يقول كده ايه بقى؟ يذكر باستمرار قول الرب من اجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا او لكي يكونوا هم ايضا مقدسين في الحق. يعني انا بقدس ذاتي انا عشان عيالي، يا عشان عيالي انا فعلا. اه طبعا ده هيفيد، هينضح عليا اولا وينضح بعد كده على العيالي تاني. عشان كده الايه الجميله برضو حضراتكم اللي هي في الاخر في تيموثاوس الاولى، ايه؟ لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لانك ان فعلت ذلك تخلص نفسك والذين يسمعونك ايضا. سته، يحب طبعا تلاميذه او اللي هم اللي بيخدمهم ويحب خلاص نفوسهم. دي نقطه غايه الاهميه، انا فعلا بحبهم ولا لا؟ هقول لحضراتكم اختم بقى حاجه اخيره خالص، قادرين ولا كفايه؟ طيب اقول لحضراتكم بص اخير. حضراتكم تسمعوا عن في احد الاشخاص كان اسمه دكتور راغب عبد النور. دكتور راغب عبد النور ده تلمس كتير من الاباء الكهنه على ايديه، لحته ان هو ان الانسان بيحب خلاص الاخرين بيدور عليهم.
الدكتور كان امين اسره او امين عام في احد الكنائس، وبعدين بعد اجتماع او بعد قداس واقف كده زي ما احنا، وبص كده لقى واحد كده على باب الكنيسه ورا واقف خالص، دخل كده بيصلي ابانا الذي واقف يعني، وكان بيقول رفيع قوي كده واقف. وبعدين الشخص ده واقف، فبقول ايه، في شخص ايه غريب مش حد من الكنيسه، فرح له سلام، قال له اهلا بحضرتك سلام، قال له انا غالبا انت جديد من الكنيسه، انا ما شفتكش قبل كده صح؟ قال له فعلا. قال له طيب اتعرف بيك، انا دكتور راغب يعني بخدم في الكنيسه. قال له انا فلان، اهلا بيك يا فلان ازيك تمام. قال له طب انت تحب تخدم؟ قال له ما اعرفش حاجه يعني. قال له لا ما تقلقش مش مشكله، طالما انت عندك النيه بس ايه تكفي تعال. قال له ماشي، وراح دخله وبدا يخليه يخدم، وده يخليه هو حق للكنيسه ويعرفه بحاجات كتير قوي. وتمر سنين طويله ما يقرب من 15 20 سنه، طبعا خلاص كل واحد بقى فين بقى؟ بقى في حته يعني. اسمع دكتور راغب عن قدسيه او قداسه يعني ابونا بشوي كامل في اسكندريه في ماري جرجس سبورتنج، فيروح على ماري جرجس سبورتنج ويسلم على مين؟ ابونا بشوي كامل بعد قداس او بعد اجتماع، ويبوس ويبوس ايده، سلام يا ابونا بشوي، ناخد بركه يا ابونا. قال له اهلا بيك يا دكتور راغب. اهلا اظن يعني بتخيل يعني ما فيش خالص. دكتور راغب قال له اتفضل. قال له ممكن تستناني بعد الاجتماع؟ قال له طبعا يا ابونا بشوي تحت امر قدسك. وهو ماله متلبش مش فاهم في ايه. خلص الاجتماع ابونا وقال له دكتور راغب انا عايز اجي اتعشى معاك النهارده. قال له يا سلام ابونا بشوي كامل يجي؟ طبعا يا ابونا انا مستني قصك. ده له العنوان، ابونا بشوي كامل جه وتعشى معاه، وبعد ما خلص قال له راغب اجاوب، قال له السؤال اللي محيرني هو ابونا دي بركه كبيره قدسك عرفت ازاي؟ قال له لا ما هو باين الحقيقه يعني، هو مش محتاج ان احنا يعني نكتشف الامر، هو واضح. قال له اتفضل يا ابونا. قال له انت عمال تقول هو عارف اسمي منين صح؟ قال له ايوه فعلا يا ابونا. قال له طيب فاكر يا دكتور راغب من 15 او 20 سنه فكده لقيت واحد واقف على باب كنيسه وهو قال لك يعني انا مش عارف بس بين كل الخدمه؟ قلت له لا تعالى اخدم. الشخص ده راح فين؟ قال له طيب واللي يقول لك يا دكتور راغب ان الشخص ده هو ابونا بشوي كامل اللي واقف قدامك تقول ايه؟ قال له ابونا بشوي كامل اللي واقف قدامي دلوقتي؟ قال له ايوه، اللي انت بتواضعك وان انت حبيت النفس البشريه نفسها معاك مين الشخص يعني اعرف اي حاجه، لكن بوداعتك دخلتني وانا بشكرك انك ايه؟ دخلتني لحظيرة الخراف. بالظبط كده؟ لا خالص. بصي حضرتك طبعا هو على حسب النظام الكهنه ايه اللي حاطينه واللي واضعينه، لان برضو دلوقتي الدنيا يعني في اختلافات شويه عن الاول. طبعا بيت ربنا مفتوح للكل، بس طبعا ليكن كل شيء بنظام وحسب ترتيب. طبعا طبعا. وروح الافراز طبعا، عشان كده برضو ان انا لازم ارجع للي هو ايه مرشديكم، اذكروا مرشديكم يعني ارجع لهم طبعا واقول لهم، بس انا بتكلم في نقطه معينه. انا عيالي هل انا بميز اشخاص منه ابونا بشوي كامل؟ نقول ايه ثمره؟ نقول شجره؟ نقول نخلة؟ يعني مش عارف اقول ايه، لان الحقيقة انا بتخيل لما ربنا يقف قدام يعني دكتور راغب يقف قدام ربنا وربنا يقول له عملت ايه يا دكتور راغب في حياتك؟ يقول له ايه؟ جبت ابونا بشوي كامل. طب ابونا بشوي كامل جاب كام نفس؟ اظن اللي اكتر من كنيسته او اللي بره شعب كنيسته اكتر بكتير من اللي كانوا موجودين في كنيسته. طب ده ليه الحقيقة؟ علشان بس يهتم بخلاص نفوس اللي ربنا ائتمنه عليهم. حضراتكم عارفين الآية الجميلة تقول لي الذي أعطيتني لم يهلك منهم أحد، يعني آية ربنا يدينا إن احنا ناخد بركتها يعني. آخر حاجة خالص في تثبيت الدعوة، سبع يشعر أن أولاده أمانة في عنقه. الإنسان الخادم والخادمة أنا حاسس إن أنا إيه
عيالي دي هم الاكليل بتاعي، وفي نفس الوقت هم امانه في رقبتي طول الوقت انا اصلي لهم وافضل وراهم. ودي نقطه في غايه الاهميه. طيب اراجع بس مع حضراتكم اللي هم ال7 نقط دول، ايه اللي يثبت دعوتي للخدمه؟ 1 ان انا ابقى انجيل متجسد او كنيسه متحركه. 2 باستمرار رجل وبنت من ابنات ربنا بالظبط كده اللي بتصلي دايما. 3 شعله معتقده بالنار ما يهداش ولا يهدالي بال زي ما داود النبي قال. 4 روح وليس مجرد عقل، يعني انا روح القدس شغال وبشعله باستمرار علشان اخدم ربنا واخد بركه الخدمه اولا. 5 ما بديش بس درس، انا نفسي الدرس. 6 بحب كل الاولاد اللي ربنا اتمني عليهم واهتم جدا بخلاص نفوسهم. 7 الحقيقه بشعر ان كل اولادي هم امانه في رقبتي لغايه يعني ما اقابل الهي الصالح واقول ايه يعني ان انا ابقى امين في كل عمل وكل شيء انت يا رب اديتهوني. ودي الحقيقه مهمه خالص، لان الخدمه دي هي اللي فعلا بتربط الانسان من ربنا وبتخلي الواحد فعلا متقد ومشتعل دائما. ربنا يدينا نعمه وبرونا ان احنا نبقى دايما في حظيره الخراف، والواحد فعلا لو قعد يشكر ربنا ليل ونهار على وجوده جوه الخدمه وجوده جوه الكنيسه الحقيقه مش هيوفي. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والابد امين. حاضر. طيب في يعني بعض الاسئله كده بتقول ان عندنا يعني خدام كتير لاسباب بسيطه جدا بيسيبوا الخدمه وبيطلعوا مثلا من جروبات على طول اللي هي مثلا الواتساب اللي معمول او حاجه، طب نعمل ايه مع الاشخاص دي؟ ده سؤال يعني. هل يعني قدس ابونا انطونيوس طبعا هو اللي يا ريت ابونا ناخد بركه قدس. لا العفو يا ابونا، لا العفو يا ابويا، العفو، لا العفو. لا هو انا طبعا بس يعني لو حضراتكم حد عنده اراء او كده ناخد بركه يعني. موضوع الواتساب والحاجات ديت هم محتاجين ان احنا ننزل نجيبهم، لكن موضوع التليفونات والكلام ده احنا بننزل للاقارب فقط، لكن الناس البعيده ما بنحضرش. حلو حلو، يعني هنا في اجابه حلوه خالص ان هم في بعض الاحيان ممكن ساعات الواتساب بيدي نوع من الجمود شويه في علاقتي مع الاخرين، صح؟ وانا محتاج الحقيقه ان انا ادوب الجمود ده بالعلاقه البشريه الانسانيه اكتر من الالات. ودي انا حضرتك فيها تماما، ان ساعات الواحد يعني حضراتكم عارفين اللي هي دلوقتي بقت المسج اللي هي البرودكاست اللي هي بتتبعت ل 30 واحد في دوسه واحده. فساعات الواحد اما بيلاقي التكرار الايه؟ الرسائل باستمرار، فخلاص انا معروف ان انا وسط البرودكاست يعني، ده انت حتى مش بعتها لي ايه؟ ليا يعني. فانا ما حضرتك في حياتك بتقولي هو طبعا اول حاجه خالص زي ما حضرتك قلت ان انا لازم اخد بالي من النقطه دي. 2 لازم يكون اشوف النفس دي او الخادم ده او الخادمه دي ايا كان او الولد او البنت، ان انا اشوف مين القريب ليهم، يعني مين القريب من الخادم او الخادمه دي واللي بيحبوه ويبتدي يعمل ايه؟ ينزل ويفتقده شويه. ودي نقطه مهمه عشان هو يبقى فيه دله يعني اما ينزل يتكلم معاه وكده ويفهمه ويقول له اه يعني، لان ساعات عايز اقول لحضراتكم ساعات الانسان بيبقى قافل تماما مش عايز يسمع لاي حد خالص خالص. ده ساعات في ناس بتوصل لدرجه انها تعمل بلوكات، ده معروفه، وتوصل لساعات في بعض الاحيان تغيير الرقم بالكامل. دي ساعات بتبقى الاكستريم بقى الاعلى شويه ان هو ممكن يغير الرقم او هي تغير الرقم عشان ما حدش يعرف يوصل لها. فاحنا محتاجين 1 طبعا قبل الكل ده ان احنا بنصلي نحط الاسم على المذبح ونقول يا رب انت اتدخل وحنن قلبي يا رب ابنك وبنتك عشان بس يسمع مننا. تاني حاجه نقطه مهمه خالص ان انا اشوف احد الاشخاص او الخدام او اللي هي القريبين، لو سواء خادم او لو خادمه اشوف لها احد الخادمات تكون قريبه منها تقدر تتعامل معاها وتقرب منها عشان تعرف تجيبها تاني وترجعها. وكام وكام بقى لو انا عارفه مثلا ان ابونا مثلا هي ابونا مثلا فلان هي كمان يعني بتعزه قوي، فممكن لو ابونا ده يرفع سماعته، ابونا طبعا ابونا الكل ابو الكل يعني، يرفع سماعه التليفون لو يعني فلانه تعالي انت فين بقالك كتير ما شفناكش، لا انا ابونا زعلانه، لا حقك عليا طبعا وحقك علينا كلنا احنا غلطانين احنا اسفين. طبعا دي بتفرق والواحد بيقولها من جواه مش بيقولها كتاديه واجب، ودي مهمه. ساعات احنا خلي بال حضراتكم بنزود الطينه بله يعني. يعني ايه بنزود الطينه بله؟ ساعات بنقولها لمجرد الافتقاد. وحشتينا، اه وحشتينا، اهلا بيكي، بقالك فتره ما شفناكيش. بانت ان ايه حتى؟ الكلمه نفسها مالها يعني؟ يعني مش طالعه من جوه قوي. فناخد بالنا ربنا يحمينا حتى صدقوني عايزه فعلا ليكن كل شيء بنظام وحسب ترتيب، ان حتى
ان انا مثلا ما اتصلش في يوم انا تعبان فيه. صدقوني يعني لو انا يوم مجهد او صوتي تعبان او كده، بلاش ايه اتكلم اليوم ده، اتكلم في يوم انا اكون ايه نشيط بالظبط، فريش وعندي طاقه ايجابيه، عشان الطاقه الايجابيه مالها توصل. اتفضل حضرتك. جميل جدا، صح صح زي ما حضرتك بتقول فعلا، برضو اشوف العثره كانت جايه منين. صح، رائع. زي ما حضرتك بتقول، هو ايه المشكله كانت اساسا؟ عشان برضو ساعات الواحد ممكن يدخل يعني بقلب جامد ويخبط حاجه تانية اساسا، يكون في مشكله في الحته اللي انا خبطت فيها دي، والموضوع بدل ما يتزرع يعمل ايه؟ يحصل في مشكله اكبر واكبر يعني. تمام. طيب في برضو حاجات تانية، ان يعني حد بعت سؤال كده، ان يعني لو جه يعني في يوم من الايام مثلا حد واتقال كده لشخص يعني ان احنا بدأنا ندخل سن صغير كتير، والسن الكبير يعني ما معناه بقى حاسين ان هو يعني ما بقاش موجود يعني قوي او بعد معناه. بس طبعا دي مش مقصود بيها كده، خليها لحضراتكم. ولو انا حسيت لاجل الامانة اني مقصود بيها كده، اروح لابويا واتكلم معاه، يا ابونا انا حسيت كده بصراحة، هيبتدي يوضح لها يفهمها، يقول لها لا مين اللي قال ده، انت عموما ده يعني ده. عايز اقول لحضراتكم صدقوني احنا حتى في الخدمه ساعات بنقابل كده، ونحس ان كبار السن بداوا يتضايقوا، نقول لهم ونقول لهم فعلا اولا نقول لهم الخبره هي اللي معاكم، وانتوا اللي بتنقلوها لمين؟ لاولادكم الخدام والخادمات. ومعلش مين السنين دي كلها بنعمه ربنا وقوته يعني اللي كان عنده الخبره وعنده الاستشارات اللي هي يعتبر الروحيه، مين اللي غذى الخدمه نفسها؟ طبعا بايد ربنا، وده ربنا هو فوق الكل. بس احنا بنتكلم في حته معينه، لا دي معلش اما اكون انا في حاجه من كده. بصوا يا جماعه، ودي نقطه مهمه وانا اتعلمتها من صغري، انا اتعلمتها من صغري، ان لو متضايق في الحاجه بتكلم، لان في احيان كتير انا بكتم جوايا واللي قدامي مش عارف. خلي بال حضراتكم، ياما ناس كتير اعصرت واحنا مش عارفين نعصره، ونروح نسال يقول ما انت ما سالتش عليا في الموقف الفلاني، في الموقف هو حصل كمان موقف، يقول لي ايوه الموقف كذا، صدقني ما عرفت بامانه، ما حد قال لي، انا معرفش خالص ان في موقف كده حصل. فاكر ان ابونا او امين الاسره او احد الخدام حصل موقف وهو ماله، مش على درايه بحاجه. فانا رايي الصراحه، الصراحه هي اقصر الطرق لاجل الامان. انا اروح اتكلم مع الامين او الامينه او قدس ابونا، ان انا اتكلم معاه صراحه، انا ابونا متضايق من الوضع الفلاني، او في حاجه ضايقتني يعني يا ابونا، واتكلم صراحه ليه. واحد يقول لا هم المفروض يعرفوا من غير ما اقول، لا لا يا جماعه، احنا ايه اعضاء في جسد المسيح الواحد، صح؟ مش يقول لو في عضو بيتألم كله ايه بيتألم ويئن، يعني ايه بس يعني إيه بس خلي بال حضراتكم الباقي بيئن ليه؟ لان حس في احساس، اما انا ايدي وجعتني فانا حسيت ان الجسم كله بيقول لي ايه هنا في وجع. طب لو هي مش وجعاني مش هحس، انا مش هحس بوجع. فمهم ان انا لو في وجع لا اتكلم واقول واتكلم مع حد. وعايز اقول لحضراتكم هيبقى في نطاق السريه، لو اب اعترافي ده خلاص ده اعتراف، لو امين او كده ده هقول لها ده اكنه اعتراف، انا متضايقه من 1 2 3. ده مهم قوي قوي ان يبقى الجزء ده يتقال يعني. طيب دي كده الأسئلة العامة. عايز برضو أؤكد بس على حضراتكم برضو في حاجة أخيرة مهمة قوي، اللي أنا عايز أقوله يا جماعة، ربنا فتح لنا حقل الخدمة طول حياتنا، وعمره ما أبدا قفل بابه في وش حد. ودي نقطة يا جماعة مهمة خالص ناخد بالنا منها. لو أنا حسيت في يوم من الأيام إن الباب اتقفل في وشي، ده عدو الخير، عشان بس نبقى متفقين. مش ممكن أبدا، مش ممكن أبدا ان الكنيسه تقفل ابدا بابها في وش حد، مش ممكن، مش ممكن ومش معقوله. لا يا ابونا اصل حصل وحصل وحصل، تماما. فبس ما تديش فرصه لعدو الخير، احذروا الثعالب الصغيره المفسده للكروم. حضراتكم عارفين فكره الثعالب دي صح؟ عارفينها. تعال الثعالب كان يقول لك ايه؟ يقول لك ان الثعلب نفسه يحب قوي الكروم، صح؟ اللي هو كرم العنب. فيقول لك يلاقي ايه؟ اللي هو السور نفسه زي حاجه تخم صغير خالص، فيخرج منه يقعد ياكل 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 لغايه ما يكبر ويرعى كده.
ويترعرع، يجي يطلع من نفس الفتحة اللي دخل منها ما يعرفش ليه، لأنه أكل كتير. فممكن أنا أكون أكلت عدو الخير كتير، حاجات كتير في حياتي، فهو بقى متملك، بقى مش متملك مني انه راكبني. عشان برضو في واحد، في ساعات احنا على فكره اقول لحضراتكم بنقلق من حاجه زي كده، طول ما انا بوثائق النعمه مع ربنا وقريب منه مفيش حاجه تقدر تاذيني، صح؟ مفيش اي حاجه تقدر تمسني. فاللي انا عايز اقوله ثق تماما، انا لو سبت الخدمه، لا ما تسيبش الخدمه ابدا ابدا، مهما كان ومهما حصل، لسبب الخدمه ده هو الغذاء بتاعي، هو الغذاء اللي يغذيني ويقربني من ربنا. وخلي بال حضراتكم، هو ده ارض الواقع، هو ده العملي. مش احنا دايما يقول لك العملي اهم من الايه؟ نظري. لو انا شفت حاجات نظريه ده مهم خالص، بس العملي ده ايه؟ في غايه الاهميه. هو ده حقل الحمى للمنزل، بتشوف المتالم وتشوف التعبان، واشوف 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 واقعد اقول له ايه؟ اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. بالظبط كده. وزي ما حضرتك بتقول دي دعوه من عند ربنا، زي ما احنا شفنا النهارده دعوتك باسمك انت لي. الخادمه اللي انا حكيت لحضراتكم على اسمها دي، ولقت اسمها جوه ورقه في فايد، ربنا بيقول لها ايه؟ انا عايزك، وعايز اقول لك على حاجه، مهما تروحي هجيبك، وهبعت لك ورقه مش في القاهره، في فايد، عشان اقول لك بيحب ربنا. اظن كتب ورقه جوه اجبيه، ورقه في ايد ابونا، ورقه على المذبح، ورقه ورقه، عمال يصلي لها لغايه ما تقع الورقه دي فين؟ في ايدها، لغايه ما تشوفها وتحس ان ربنا بعتها. فاللي انا عايز اقوله، ابدا ما اسيب الخدمه ولا اترك خدمتي. الخدمه دي نعمه كبيره، والحقيقه اتعلمنا فيها ايد ربنا الصالحه، وشفنا بعينينا، صح؟ وشعب وسط قطيعه. اتفضل حضرتك. جميل، صح؟ جميل. اتفضل حضرتك. سوري حضرتك لو في اي تعقيب تاني، اتفضل. تمام، زي ما حضرتك بتقول فعلا، صح، جميل. اما بطرس، صح، جاب النفوس نفسها، جاب النفوس اما امتلأ بالروح القدس، من روح القدس اشتعل جواه واشتغل. بس يا جماعه عايز اقول لحضراتكم، اول ما تحارب في الخدمه اجري على ابو اعترافك دي يا جماعه، مهمه جدا. ابوي انا في كذا كذا. ياما ناس بيجوا واحد مثلا خادمه تقول يا ابونا كذا، اقول لها لا يا حبيبتي معلش، استني شويه، ممكن اصبر شويه. طب حد تاني اقول له لا، ده مثلا انا اقول له لا، طب انا هشوف الامين بقى، انا اتكلم انا معايا، اشوف ايه الاخبار، ما تقلقش او ما تقلقيش. بس لازم اعمل ايه؟ ارجع لحد كبير يكون بربنا وربنا مديله خبره معايا. عشان كده سر الاعتراف من الاسرار اللي في غايه الاهميه، واللي ربنا بيوصينا عليها، ودي من الاسرار الخلاصيه، صح؟ خلاص، اللازمه للخلاص. فلازم ارجع اتكلم، وما اجي اتكلم ربنا هيبعت لي ايه؟ ارشاد. فمهم خالص، اوعى تسيب الخدمه. الخدمه دي هي الحياه، هي النفس اللي الواحد بيتنفسه، هو الاكسجين، الميه ويني ده يسقيني، علشان انا اخلص اولا وولادي يخلصوا بالتبعيه. بشكركم خالص، وبشكر استاذ ابونا انطونيوس، ربنا يعوضكم، واسف على الاطاله. لله كل المجد. احنا اللي بنشكر قدسك كتير خالص على كلماتك، وبن